ناس كديري بخير، الله فوق يخليك بخير. عبيدة فينا هي أنا قلت لي وريهم عربية. أجينا أجينا دايرين بخير، لبس عليكم، أمركم بخير. أجي محمود عربية، أجي الطوموبيلة جاية. مهم اليوم نهار جديد وفيديو جديد، فهاد النهار هذا غتجينا كنت غنبدا لكم بالدار صراحة، ولكن الله ما بقاش لي الوقت. فجينا هنا للدار يعني جديدة، هنا هنا ان شاء الله باش ناخذ الساروت ونركبوا شي دوك البولات وداكشي اللي خدينا، وناخذ القياس ديال الخواميم ديال المهم ديال داك اللي داك تخربق عارفين الماكينه وداكشي، باش نشوفوا فين نحطوها ونشوفوا واش نجيو معلم يصاوب لنا مره واحده نحيد الروين علينا. هادشي اللي كنشوف اختي، هادو ديالي، شوفوا شحال مريحه، شوفوا اللبسه كي دايره فيها فن، عرفتوا خداو منهم البنات، ما يمكنش الكميه اللي خداو البنات، الله يستر ان شاء الله. فكما كنتم شفتوا هاد الشجره، شفتوا زوين هنا اللي ساكن هذا في الطابق الاول، هذا ماشي الاول، هذا الارضي. كنا صراحه هي غير هي الارضي كيكون فيها المشاكل، حنا ماشي في الارضي، حنا في الرابع، الرابع وقريب ماشي بعيد، غير هي الارضي تيكون فيها داك المشاكل ديال الصرف وداك الشيء. قلت لكم البنات شوفوا هاد الشجره، شوفوا تسقيل هنايا، سقيل 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 الهدوء. اجي هنا محمد طلع مع الراجل باش يعطي السعر وداك الشيء، وعاد نطلعو حنا. المهم جبناها هو، جبنا غير دوك البولات وهداك الكاسل ديال الماء وواحد الكويسات واتاي والسكر. قلت لمحمد صراحة يعني حيت غيجيو صحاب محمد اللي خدامين معاه، واحد جوج باش يقادو معانا يصاوبو معانا، غيجيبو لنا السلوم وداك الشيء، وقلنا حشو مع الأقل. يعني صراحة كنت بغيت نصاوب ليهم شي كيكة ولا شي حاجة، ولكن راه مكاينش الوقت البنات والله. ومازال دابا باقا غادا نمشي نرجع ونكمل الجميع ديال داك الشيء ديال الكوزين. عجبتي محمود، هو باباك جاي، شوف واحد البليسة عندك الوسعة تما، راه واحد الوسعة نبقى نخرجو يلعب بيها بالبيكالا ياك. البنات كما قلت لكم ها هي الدخلة، شوفوا راه الفوق كنوريكم زعما حتى بغيت الناس الفوق داك الطابق الرابع، ولكن سامعة صوتهم من هنايا ماشي الرابع. قلت لكم شوفوا هادي شحال فنة زعما هنايا كطلع لك، ولكن غير هي داكشي ديال الصرف وداكشي ديال التخربيق حنا فهاد السفلي كيكون شويه صعيب. وهاد العماره فيها الكاميرات، دايرين فيها الكاميرات وسميتو. دابا هنا كل عماره كاين، بحال دابا مثلا تكون في الشركات وداكشي، شنو كيفاش غنشرح لكم. دابا هاد العماره هادي ديال المهندسين، فكما قلت لكم هاد العماره هادي ديال المهندسين، يعني مولاها مهندس فداكشي واخدها. والله يسر لينا البنات وحق الله، شوف والله يسر على كل وحده، يا ربي تعطيها ترزقها داكشي اللي بغات، خصوصا اللي كريم باش تهنا. الله تهنا وما يجي يدق عليكم مول الكره، ما يسطعكم. الحمد لله حنا عمر شي مول الكره دق علينا، الحمد لله رب العالمين. يعني بينه وبينه فلوس كياخذ وصافي، ولكن انت تكون دارك عرفتي تكوني هانيه وصافي بخير، تاكلي وتشربي وبخير والحمد لله. المهم نتسنى محمد ينزل وغادي نطلعو ان شاء الله. السلام عليكم. صدى شوية صدى الصوت. صغيرة، ولكن غادا تقاد ان شاء الله. صغيرة فيها غير فيها البالكون، ماشي بحال ديال هنا فيها البالكون، ماشي بحال هذاك الدار اللي عندنا، يعني كل ديال البالكونات، ولكن هذا غير هادي اللي فيها كلشي شراجم،
هسه سميت صباح شوفي المهم راكم عارفين وزينة ديال المصريين هذه ضروري ما غدت يا اما كديروا بلا فراس يا اما كتقطعوا بس ده كله بالماي يتشرب الدرب هادي وبالماء المهم الناس تقدر تجي ديك ديك بلاكار اللي عندي هنا بلاكار وبوط هنا دايرين بلاصه ديال سميتها بلاصه ديال ديال الماكينه ولكن هاد الباب غنحيد ماشي حيتاش باش يدير لنا وساع هي كوزينه صغيره ولكن زوينه ماشي مشكل ونقدر تقادو تبدا غادي تبدا هو داك البلاكا وداك سميتو بدا ديرو البلاكا هادشي اللي كاين صافي فينا هاد الدخله هنا عند الباب وين الدخله اغلب الاماكن اللي تقدر تكون ماشي هنايا ولا شي حاجه هاد البلاصه هاد واحدة واحدة إن شاء الله نضبطوها ما شاء الله ما شاء الله هيك وتليفون هذا بس هذي اللي نروح في البلاك جهة المسجد جت بحالة عريضة شوية اللي ما قدر نروح في البلاك هذي بدو يفوزي هاي كان ثلاثة ديال البيوت كل واحد جوج وهذا الثالث هذا الثالث هذا الحمام هذا ما شاء الله ما فيهم شيش فيهم شقة وشبكة سلك تعرف ان في اوض نوم معرفش بيبقى صغير شويه ركبت المساحه دي كاينين هذا ما حنا هذاك المال ولادنا هو اللي كبير صافي وهذه غدا هذه حيت كبيره شويه هذه كبيره شويه هي عيب الوحيد اللي ما فيش فيهاش كتير مش زي ما هو الشرجة إذا عندنا المسيرنا هذاك سميتو هنا هو الشرجة وهنا لا هنا الدولاب ما كاينة هنا الخزانة هذا هو الحمام رزقكم الله باقي شو كل شيء تراب حيت هما يلا كانوا كيصلحوا فيها تما كنا بغيت ندير صراحة الماكينة ولكن ما غاديش تجي صافي هادشي اللي كاين البنات هادي اللي غنديروها بيت النعاس ومضويه مهم بيبان بيضين شوفوا اهم حاجه اهم حاجه البنات انه كلشي مصبوغ بالبيض جو هذا صحاب محمد كما قلت لكم البنات اهم حاجه ان كلشي مبيض وكلشي مضوي وزوين شوفوا شوفوا وجهي ومضوي فالحمد لله يعني الحمد لله استخرنا الله والحمد لله يعني دخلنا شحال من دار لكن كتجيك الغمه هذا سبحان الله اللي يعني هكذا كتحسي ب صافي تحسيت ملي دخلت ليها ارتاحيت الكوزينه ان شاء الله تنقادها المهم خاصها غير شي شويه نقادها صافي وشنو اخر هادي غادا نخليها ندير فيها مثلا السلعه ندير فيها داك الطويبه اللي غادي تشاف ليا شي حاجه باش تعطيك ليا ولكن انا ما عنديش دابا كلشي حتو هذا ما غنمشي نكمل غير هادي صغيره غادي ندير فيها السلعه ندير فيها داك الشيء نصور لكم فيها داكشي ديال البيع والجد وداكشي صافي وتبقى جات الطبقه اللي بين البيوت وبين البيوت وبين الحمام صغيره نقدر نفرش فيها شي لعيبه واش نخرج نعم أنا بغيت نقدو هاد الحلة تاعو، خديت الحلة ديال الخالية ديال الشغل، وكنا كنديرو لها الشراجة، كنديرو لها الشكل، الشكل مزدود مزيان، كنديرو لها الحلة، كنديرو لها الغلاصة بنص، باش نخرج،
جبنا معنا الكاتب وداك الشيء باش نديرو اليوم اتاي وبيت كيما بغيتي هذا الشيء على الكوزينة. محمد كون دخلتي لداخل علاش تما راه الطراو الطراو تما لا الكوزينة لا مكيفاش لكن هذا الشخص في الكوزينة وأنزل على الورق وربنا هذه الباب ديالنا وقال لنا شي خلوية بحالها وقال لنا تكون شوية خلوية وهذه رقم عارفين دارو بلا تبقى هي رانت لدي شي خلوية مهم بعدين إن شاء الله نقاطعوا الشيء هذا الشيء اللي كاين صافي قطع غادي نجاوب هذا الشيء صوب لينا هذا الشيء الله يستر وتما الجيرات وداك الشيء فحاول ندير لكم هكذا دويره في يعني في الدار هكذا باش تشوفوها عرفتوا شوفوا البنات راه مطربه وصباغه لاصقه فيها خاصها واحد الفركه ما نقولش لكم ولكن ان شاء الله ان شاء الله ربي غيقويني يعني نديرها انا قلت محمد غير خوض محمود ونزل بيه يعني وصافي خليني انا من ليها ما بغاش قال لك لا نعاونك فان شاء الله يعني نطفوها ونجمع هذا الشيء عامره بالتراب وفي هذاك الشيء ديال الصباغه في الارض لاصاق فالمهم تخليوا لي الاراء ديالكم وتقولوا لي كيف جاتكم الدار ومرحبا بكم في داركم هذه راه داركم يعني ضروري ما نقدرش نخليكم فين ما كنمشي ديكم معايا فمرحبا بكم ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله ترتاحوا فيها ويا ربي وخليوا لي الدعوات ديالكم يا ربي يعطيني خيرها ويكفيني شرها هادشي اللي نقولو يا ربي يدخل علينا بالصحه والسلامه والرزق وبراحه البال هذه اهم حاجه ويا ربي ترزقنا دويرتنا ديالنا ملكنا ليا وكلشي البنات اللي باغين يا ربي تعطيكم على قد نيتكم ورزقكم فالمهم نقول لكم مع السلامه ونشوفكم ان شاء الله فيديو اخر ما تنساوش تخلي لي لايك ديالكم تعليق ديالكم نقول لكم باي باي مهم حبيبتي هنا صورت لكم مزيان المهم غا سمحوا لي في هذا الفيديو محمد كانت ايدو كتحرك واش كان يعني فاش كندير لكم مونتاج ايدو كتحرك لهذا كنت صورت هذا الفيديو المهم كنوريكم هنا الشميشه داخله هاد البلكونه البنات كاينه في الكوزينه ان شاء الله ان شاء الله يعني مع بعضياتنا غادي نصبوها غنصبغها لانه هذه ما سابغينهاش خاصها تصبغ واحد يستغلها بشحال من حاجه زوينه يدير فيها وريدات هكذا زوينه واخا جات الصراحه من يعني عندك العابي ديال الماء وداك الشيء ولكن ماشي مشكل زوين المنظر الواحد يطلع عليه الصباح صافي وريتكم الشميشه فيها كيفاش داخله زوينه تبارك الله